وما زالت الفعاليات مستمرة في سوق عكاظ مصر، أو في مقولة أخرى البرلمان المصري. سوق عكاظ فيه هذا يقرض الشعر، وذاك يروي القصص، والآخر يرتل القرآن ترتيلا. الحقيقة إنه النواب أبدعوا في التعبير عن ذواتهم في رفض بيان الحكومة، اللي يحاول يتكلم بصيغة أدبية، واللي يعمل حوار متخيل أو حقيقي ما بينه وما بين والدته بيقنعها إزاي حكومة الجنزوري حكومة سيئة، وآخر يستعين بالآيات القرآنية الحكيمة المرتلة ليؤدي الغرض ذاته، وهو رفض بيان الحكومة. هذه الحكومة لا تملك أن تورر أمنا لا لصغير ولا لكبير، لا لرجل ولا لامرأة. إن الله امتن على أهل مكة جميعا، امتن عليهم بنعمة كبيرة ظلمهم بعدها بالعبادة والتوحيد، فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ينبغي أن نعلم أن هذه النعمة هي النعمة المطلوبة من هذه الحكومة الانتقالية. كانت مجرد استهلالة من البرلمان أو سوق عكاظ. بعد الفاصل هنبتدي الكلام بجد.